والله مواقفه مستفزه وغبي. هو اسمه خليل وغبي، مش اي حد صاحب، مش اي حد دخله بيتك. كلنا في حياتنا بنقابل مواقف او صدف بتغيرنا او بنتعلم منها دروس. ايه الموقف اللي انت تعرضت له وتعلمت منه؟ الموقف اللي انا قابلته او اتعلمت منه، يعني مثلا في الثانويه العامه انا كنت نزلت شويه في المجموع، فكنت مفكر ان انا هنا طالما نزلت شويه في المجموع ما جبتش مثلا كليه طب او كليه هندسه، ده يبقى كده نهايه العالم. فلا، كان ده تفكير خاطئ جدا. يعني التفكير او اللي اتعلمته فيما بعد ان لا خالص، دي مش نهايه العالم، دي انت دخلت ايا كان، انت دخلت الكارير اللي انت هتبدا فيه حياتك بعد كده. فبالتالي انا دخلت كليه علوم. لما دخلت كليه علوم الحمد لله ربنا كرمني، اتخرجت من كليه علوم تقدير كويس، وبعد ما اتخرجت بعمل دلوقتي ماستر في الطاقه النوويه، والحمد لله يعني ما كانتش نهايه العالم ولا حاجه. لا، انا ناجح دلوقتي في الكارير اللي انا كملت فيه، وبل ان انا دلوقتي بحمد ربنا ان انا ما دخلتش كليه وكنت مجرد كليه وخلاص، زي مثلا كنت بقيت مهندس. طب وفيما بعد، ايه؟ لا، بس العشم ان انت ما تشمش في حد من صحابك اكتر من اللازم مثلا، او اختار صحابك مين بالظبط، عشان لما تقع. يعني انا مثلا ممكن اقول لك ان انا وقعت بعد ثانويه عامه، قعدت في البيت 5 أو 6 شهور، كان ليا 30 40 صاحب، منهم 2 أو 3 بس اللي كانوا شايليني. فبعد كده بقيت باخد اي يعني باخد بالي جدا قبل ما اشوف مين صاحبي، يعني لو حد قرب مني بقيت باخد بالي شويه. اللي هو واحده تقول يعني تحبها وتقول لك اللي هو اللي انت زي اخويا، الموقف اللي انت تعرضت له اثر فيك، اثر فيك ازاي بقى؟ يعني تحس يعني اخوك منين؟ يعني انا نفسي اعرف السبب، انت فاهم الفكره؟ يعني انت لو اللي ما عملتش معاك اللي انا بعمله معاك ما ادريش ان انا اخوك، انت ايه رد فعلك ساعتها؟ مفيش، سبتها وبعد كده رجعت تقول لي عايز اكلمك تاني. وانت وافقت؟ لا طبعا. ايوه اسد. الغدر، يعني مثلا قضيت حوالي عن من وانا عندي 26 سنه في مكان لا داعي لذكر اسمه، وبعد 12 سنه اتغدر بيا فيه. طب ايه شعورك يعني، او اتعلمت ايه؟ يعني عمري ما اعمل لحد خالص. ان معنى صح، يعني في مثل بيقول لك خير تعمل شر تلقى، فده فعلا اللي حصل معايا. تساعد ناس بحسن نيه ياخدوا منك مجهودك وفي الاخر يقول لك مع السلامه. فانت شايف ان الموقف ده اتعلمت منه وخدت منه درس؟ تمام. انا في المكان ده وانا عندي 27 سنه، خرجت منه وانا عندي 29 ونص 39 ونص، يعني 11 سنه طبعا غيروا حياتي كلها. ان انا خدمت ناس بزياده عن اللزوم، وفي الاخر ده يعني زي ما بيقولوا كده ما تمرش فيهم بمعنى اصح، فاهمني؟ والحاجه اللي انا يعني بقولها ان هو انت ما تخدمش اي حد، او ما تعملش حاجه انت مش مجبر عليها، لانك بعد كده هتبقى فرض عليك. يعني ما تخدمش حد بزياده انت مش مجبر ان انت تخدمه، لان انت بعد كده هيبقى ده فرض عليك، سواء بقى في شغلك او مع اصحابك او مع اي حد في الدنيا كلها. ناقص الصحاب والله. صح. ازاي بقى؟ ازاي احنا كده هنفضح ناس كتير؟ ما بلاش. ليه بلاش احسن، اسمع مني بلاش، اصل ناقص اصحاب وناقص واحده ناقصه برضه، حاجات كتير الواحد مر بيها. طب انت اتعلمت ايه من اللي حصل معاك؟ اتعلمت ان انا ما امنش لحد طبعا خالص، حتى لو كان صاحبك. هو ده بس عشان واقف معاك، عشان هو على طول معايا في ضهر. غيرني يعني حاجه دي وجعتني جوا مني. ايه؟ تمام. يعني حسيت بقهر، صاحبي خدعني، الناس بتحيي يعني مش تستاهل. يعني مثلا لما حبيت بنت مثلا اللي هي غيرت من حياتي، خلتني مثلا انا عندي طموح اللي انا ابقى حاجه اللي هو بعد كده اتجوزها وبحاجه كبيره، بس اعتبر ده اكتر موقف حصل له غير من حياتي يعني. ففهمت ان انت ما تنجحش في بوينت معينه في حياتك، لا دي ما تكونش نهايه العالم خالص، انت ابتدي من جديد. فالحمد لله لما دخلت كليه علوم انا مبسوط جدا باللي انا عملته بعد ما دخلت كليه علوم. قررت ان انا ما امنش لحد تاني. ليه؟ بسبب واحده. واحده بقى، وكنت رامع ان انا اخطبها وكده، وحصل ظروف وهي سدت عني كلام ما كانش صح، بس فتعلمت درس، اتقرصت وتعلمت درس. ايه بقى الدرس اللي انت اتعلمته، او انت من بعد الموقف اللي حصل معاك ده انت اتعلمت حاجه وقررت ان انت تاخدها في كل حياتك؟ ان انا ما احبش تاني بجد. كنت في طريق الحاجه التانيه اللي هو مثلا ما كنتش اكمل تعليم او حاجه زي كده، خليتني ان انا اكمل، والحمد لله دلوقتي داخل جامعه. الموقف اللي اتعلمت منه درس
اللي هو مثلا صحابك مثلا لما تيجي تعلم لهم ننزل وكده او لا، ففي الاخر تشوفهم وتنزل انت وتشوفهم لايهم نازلين، فمش حوار، فبتنزل فتعودت فبتبقى بتنزل لوحدك والدنيا بقت سهله. الموقف اللي حصل معايا ان سرقت تليفون بتاعي، تليفون كبير سامسونج تاتش، كنت ماشي واحد سرقه من جيبي. اخر نهار روحت تاني يوم جيب التليفون التاني جديد نفس النظام، تاني يوم برضو نفس النظام انسرقت. قلت والله ما انت شاري تليفون خالص، جبت التليفون التاني الصغير ده. طب بعد ما حصل معاك كده انت قررت ايه؟ قررت مش هشتري تليفون تاتش خالص. خلينا في اللي هو بتاعنا اللي احنا نعرفه. طب تحب تقول لي مين شكرا للصدفه اللي جمعتنا؟ شخص تقول له شكرا للصدفه اللي جمعتنا؟ مراتي. مين؟ مراتي. تمام. بتحب تقول لها ايه؟ والله ايه؟ والله بحبك. الشخص في صحابي كتير بقى، يعني اسلام عكاوي، مجدي، ابراهيم، دول اقرب ثلاثة في حياتي. يعني تحب تقول لهم ايه؟ احب اقول لهم I love them. يعني بكل امانة واحدة عايشة في القاهرة، يعني بعتبرها زي اختي. هو ما ينفعش ان انا اذكر اسمه، فاهمني؟ هو شخص انا بصراحة اتعلمت منه كتير، ده مبدئيا، وهو علمني اكتر في اللي انا بقولك عليه ده، اللي هو انا خدمته بزيادة وفي الاخر ما تمرش، فاهمني؟ فبرضه في الاول والاخر بقول لك ما تعملش حاجه مش مجبر عليها، لانها بعد كده تبقى فرض عليك. خليل برضه. خليل تحب تقول له ايه بقى حتى هو واقف؟ احب اقول له ارحم اعتقني، اعتقني عشان هتموتني بجلطه وعاد الله. والله مواقفه مستفزه وغبي، هو اسمه خليل وغبي، مش يستاهل اللي انا اتعرف عليه بصراحه. مفيش حد خالص، ولا صاحب ولا اي حد هنا. لا هو صحاب ما بعشرش غير، يعني انت لو جمعت صحاب الجد هتلاقيهم واحد ولا اتنين، دول الجد، دول اللي واقفين معايا في الشده، دول اللي في غيابي هم يسدوا. احب اقول محمد عبد اللطيف قشطه، وكرولوس اشرف، وجوني هيب، ومين تاني، واقول بقى كل اصحاب المظلات. الشخص ده يعني يعتبر هو اللي علمني الشغل، بمعنى اصح هو اللي علمني في شغلي، بس خدمته بزياده اكتر ما هو اداني، لان كنت بتعامل معاه بضمير، فاهمني؟ في الاخر ما هو جه عليا. يعني الشخص اللي انت برضه بتشكره جه عليك في الاخر. بالظبط، انا بشكره انه علمني، فاهمني؟ علمني شغل في نفس الوقت، علمني درس ما انساهوش ابدا. شكرا ان انا اتعرفت عليك. واحد صاحبي كان معايا في السعوديه، احب اقول له كتر خيرك على اللي انت عملته فيا، وانت من الناس المحترمه جوه جوه جوه. تحب تقول اسمه؟ اسمه خالد. مين بقى الشخص اللي تحب تقول له شكرا للصدفه اللي جمعتنا، او شكرا ان انا اتعرفت عليه؟ سيد العطار. مين؟ سيد العطار. تحب تقول له ايه؟ احب اقول له ان هو يعني اكتر من صاحب، والله اخ بجد. صاحبي فارس، وبس لانه معايا من دايما من ساعه الحضانه. تحب تقول له ايه؟ يا رب نفضل مع بعض على طول. بس انزل ان شاء الله على قناه كايرو ميديا على اليوتيوب، اكتب كايرو ميديا بالعربي والانجليش هيظهر لك باذن الله. تمام، شكرا، الف شكر. كايرو ميديا على اليوتيوب. كايرو ميديا ماشي على اليوتيوب. تمام ماشي، انزل على قناه كايرو ميديا على اليوتيوب، اكتب كايرو ميديا هيظهر لك ان شاء الله. حبيبي تسلم يا معلم.